كل مساحاتنا نور رح نفردها لمساحتنا النفسية ونحكي اليوم عن اضطراب ما بتسمعي فيه الحبسة الكلامية. أكيد. يمكن المصطلح ما كتير متداول بين الناس، ولكن هو أعراضه وأسبابه كتير معروفة وبتصيب أي عمر. هو بيأثر بشكل كتير كبير على سلامة النطق، إن كان المكتوب وإن كان المقروء. مثل ما قلنا يعني هو ممكن يصيب الناس اللي ممكن تعرضوا لصدمة، ممكن تعرضوا لأذية دماغية أو الجلطات المفاجئة. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع، عن هذا الاضطراب، أسبابه وطرق العلاج مع ضيفتنا لليوم وهي الدكتورة الأخصائية التربوية خنساء بدوي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحكم يا رب. يسعد صباحكم. صباح الخير وأهلا وسهلا. صباحك حلو. نحن بنعرف أنه الحبسة الكلامية إلى عدة أسباب. خلينا بالبداية نعرف شو هي الحبسة الكلامية وعادة شو هي بتكون أسبابها. بس أقول حبسة معناتها أنا بقول عندي اضطراب باللغة المنطوقة أو التواصل الاجتماعي. صحيح. فنحن دائما بنقول إنه الحبسة الكلامية أو الحبسة التعبيرية هي اضطراب بالتواصل والكلام مع الشخص البشري. هي طبعا ممكن تكون وجيهة لأي عمر إنساني، يعني مو بالضرورة تكون لطفل صغير أو لحتى كبير. يعني أنا ممكن بأي عمر يصير عندي حبسة كلامية. فأنا بيكون عندي هون خلل تام باللغة التعبيرية التواصلية، باللغة المنطوقة، عندي بالأسلوب التعبيري الكتابي ككتابة. ممكن كمان يكون عندي الأسلوب الصمت التام، إنه أنا ما بقدر أعبر ولا بوسيلة حتى لا كلامية ولا كتابية. يعني بيكون هذا الأسلوب عندي رايح لمنحة غير مفهوم أبدا. طيب خلينا هيك ناخد شوية أمثلة كرمال الصورة توضح بشكل كامل. وقت اللي بيجيكي حدا مريض عنده هذا الاضطراب، شو هي أهم الأعراض اللي ممكن ترافقه؟ يعني ممكن يرجع بالتأتأة، ممكن يرجع ل... خلينا هيك نوضح هدول النقاط. لا بس قول حبسة كلامية معناتها أنا عندي أنواع للحبسة الكلامية. الغالبية العظمى اللي نحن بنشوفها بالميدان العملي ممكن تكون الحبسة الكلامية تبع بروكا، حبسة بروكا أو الحبسة العامة. هلا طبعا انا عندي انواع عدة للحبسة الكلامية، منها حبسة بروكا، الحبسة الكلامية العامة اللي نحن كثير بنشوفها، الحبسة التفصيلية، الحبسة تبع القشرة المخية، عندي كمان الحبسة التواصلية اللي هي الاساس بالتواصل. ولكن الغالبية العظمى اللي بنشوفها نحن بالمجتمع وبتكون عبارة عن أذية دماغية بنشوفها بحبسة بروكا. يعني هي اللي بتكون مفصلية عند الشخص، هي اللي بتخليكي ممكن تكوني أنت الكلمة موجودة عندك بس ما يعني تقدر تعبري. أنا عندي كلمة أو أنا بعرف حالي شو بدي أحكي بس أنا ما عم بقدر بنطق الكلمة. لأنه هي بتتغيب عن الساحة الدماغية الكلمة. فممكن كمان أمسك قلم أكتب بس أنا عم بكتب شغلات هي غير مفهومة أو غير مقروءة بالعين تبعي كإنسان. فممكن تقولي له أنت شو كاتب، أنا كاتب هيك أو أنا ببالي الكلمة بس ما عم بقدر أقول لك إياها. يمكن حكيت هيك بشكل عمومي أكثر عن كيف بتكون الحبسة الكلامية، بس خلينا نفندها شوي شوي. يعني نحن بنعرف هي أسبابها عديدة، منها الأذية الدماغية وعدة أسباب، ممكن صدمة صافية الشخص نفسية. خلينا نحكي عنها بالتفصيل، يعني الأسباب وكيف بيتم علاجها. بنعرف يمكن هي الأذية الأقوى الأذية الدماغية واللي بتاخد وقت كتير بالعلاج. هلا نحن قبل ما نعالج الكلام نحن بس نقول حبسة معناته أنا عندي في سبب يعني لظهورها. ممكن هذا السبب مثل ما حكيت سابقا يكون أذية دماغية أو ممكن جلطة دماغية مفاجئة، ممكن سكتة دماغية، أحيانا ممكن التلافيف المخاطية الدماغية بصير فيها خلل أو بصير فيها نقص، فهون ممكن كمان يصير عندي حبسة كلامية. غالبا انا بس او صدمة، يعني لانه احيانا بنشوف طبعا طبعا هي يعني نحن وقت اللي بنقول عن طفل صغير فنحن عم نقول الحبسة الكلامية العامة اللي بتنتج عن حروف واصوات، يعني بتكون قريبة او اقرب للتأتأة عند الطفل. او هي بتكون انا عندي الاحرف ولكن تلاقيني انه عم برك فيها او عم بربطها. مثل كثير اطفال بنشوف عندها كلمة لك قبل ما تحكي الكلمة بتقول لك 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 تفاحة بدي، او مثلا لك لك بدي اروح على المدرسه، لك لك او هي الامور اللي بتكون قريبه جدا. خليني اقول لموضوع التأتأة. خلينا نحكي اليوم عن زياره الطبيب. واليوم الاعراض اللي ذكرتيها هل ممكن اليوم تتعارض او تتشارك مع اضطراب نفسي اخر؟ يعني اليوم انا كيف بدي لاحظ على هذا الطفل او على هذا المريض انه هو بحاجه لزياره طبيب، انه هو اليوم تحت تاثير هذا الاضطراب؟
طبعا هلا انا اول شيء لازم يكون واعي للموضوع وهو تأتأة يا ترى او هو حبسه كلاميه صحيح. شو العمر المرافق، شو الحاله المرضيه، شلون صارت الحبسه عنده. برجع بقول لك نحن وقت بنشوف جلطات دماغيه او تاثير دماغي انا حكما هون بنسب الحبسه الكلاميه اللي صايره عندي للموضوع الدماغي. بس اذا كان طفل عندي انا ما عندي اي بادره لموضوع الدماغي او ممكن احيانا ضربات الراس، ضربه على الراس بشكل مفاجئ تعمل حبسه عندي، ولكن هون ما بتظهر بطريقه سريعه، هون بتكون تدريجيه شوي شوي بتظهر عندي. ممكن تكون بلشت عندي بموضوع انه انا صار عندي تأتأة بعدين اختفت بعدين زاد الموضوع عندي رجع، ممكن تكون بعد 3 سنين أو 4 سنين. فنحن بنقول انه اول شيء بده يظهر عندي الكلام العشوائي عند الطفل او عدم ترابط الجمل والكلمات، بصير عنده اسلوب الكلام تبع انه انا بحكي وبسكت، ممكن انه احكي جمل غير مترابطه، انه انا بدي اكل فجاه قلت لا انا ما بدي اكل، يعني بتلاقيه بيربط شيء بشيء اخر ولكن هو عشوائي جدا او ماله يعني بالموضوع ذاته، او فجاه بيكون بجلسه مثلا بيحكي كلام بيرجع بيربطه بشيء اخر. انت بتقولي خرف ولكن هو ما اسمه تخريف، هو ممكن يكون حبسات. وبرجع بقول هي تغيب الكلمات عن الساحه الدماغيه اللي بتيح عنده فرصه باستبدال الكلمه، يعني او ربط الافكار طبعا بيكون في بدي استبدل صحيح. الكلام فنحن هون بنحاول دائما نلجا للذواكر، بطاقات الذواكر، معالجه الذاكره عنده، هذا اللي بيوقف عنده. طريقه طبعاً. العلاج كيف بتكون؟ يعني نحن عم نحكي عن اسباب عديده ونحن عم نحكي ممكن يكون باعمار مختلفه طبعاً. واكيد من خلال عملك بشكل يومي في حالات شائعه بشكل كثير كبير، فكيف بيتم التعامل معه وطريقه العلاج حسب الحاله؟ طبعا هون نحن بنلجا للتخطيط الدماغي بالبدايه لنعرف الدرجه الشده، شو الاسلوب اللي برجع بقول يلي وصل عندي لحبسه. اذا كانت الحبسه رهينه الحاله النفسيه فهون نحن بنقول اقل الدرجات او خليني اقول الاسهل بالعلاج. بس اذا كانت الاذيه مرتبطه باذيه دماغيه هون انا بدي اعالج المنحى الدماغي، الاذيه الدماغيه بشكل كامل، بعدين الجا لعلاج الكلام المنطوق او اللغه المنطوقه، اسلوب النطق. هلا طبعا الجلسات بتكون عباره بالبدايه عن ربط ذواكر، يعني جلسه ذاكره انه انا اربط الذاكره تبع الشخص، عالج الذواكر تبعه بالكلمات بالمفردات، ارجع عيد التواصل من اول وجديد عنده. يعني كيف اذا انت بتكوني عم تتعاملي مع طفل صغير انه هلا انت عم تنتجي عنده الاسلوب الكلامي او هلا عم تعطيه ساحه تعبيريه كلاميه، عم تعطيه مرادفات مفردات، عم تعملي خوازن عنده ذات المبدا حتى بالاسلوب الكتابي، لانه هو ممكن كمان يفقد عنده الاسلوب او القدره الكتابيه، لانه هو ما يقدر يكتب، ينسى الاحرف، كيف يكتب كذا، هي كلها انت بدك تعالجيها مع بعض. فغالبا بيتم علاجها بالبدايه انه انا ارجع عيد المساحه التعبيريه معه، اشتغل معه على الذواكر الدماغيه، يعني اشتغل طبعا تحفيز، حاول انه عالج المشكله النفسيه المتواجده عنده او المرافقه للحاله، لانه نحن دائما اي مشكله صحيه برافقه ضعف نفسي او بصير عندي خلل نفسي، فبشتغل على النقطتين، مو بس العلاج اللي بيكون وظيفي او العلاج الدماغي او العلاج النطق، لا بدي اعالج كمان المنحى النفسي عنده. خلينا هيك نتوسع شوي بموضوع العلاج. الطرق اللي ذكرتي هل هي اول شيء انه ممكن نستفيد منها بكل انواع، كونه ذكرتي كمان انه هي الحبسه الى انواع كثير طبعاً. فنحن عم نتبع نفس المعاملة العلاج ان كان بالرنين كان باسترجاع الذواكر. طيب هذا الانسان اللي عنده هاي الحبسه وقت انا بدي ارجع من اول وجديد حفظ الذاكره عنده وارجع مثل ما قلتي شبهنا بالبيبي اللي بدك ترجعي تمشي معه خطوه خطوه، طالما المشكله موجوده وما راحت، يعني نحن عم نشتغل بس ما راحت طبعا، ما بيرجع بينسى الشيء اللي تعلمه او يرجع لنفس المشكله؟ هلا طبعا انت فيكي تقولي انه احيانا ممكن الشغل تبعك قد يطول او المده قد تطول، لانه انت عم تشتغلي مع حاله انت بالنهايه واضع برنامج علاجي او ماشي على برنامج علاجي اكيد، بس انت ما بتعرفي ممكن المريض يفاجئك بالعلاج تبعه او ممكن يرجع معك لورا كثير، فانت بدك تتوقعي من المريض اي شيء. بس وقت اللي بقول انه انا بدي اعالج فاكيد انا في ادويه بدها تكون عند المريض عم ياخذها، بالذات الادويه اللي بتحرض الموضوع الدماغي مثل الاوميجا 3، فنحن بنلاقي دائما الشخص اللي بينصاب عنده بالذواكر او بالحبسه الكلاميه دائما مرافق للعلاج تبعه الفيتامينات، رفع معدل الفيتامين صحيح. عنده، لانه هو بصير في عنده انخفاض، فانا بدي احفز الدماغ، فاكيد الدكتور اللي مسؤول عن الحاله او المسؤول عن الحاله
حاله بالعلاج اللي خليني اقول العصبي او الدماغي، هو عم يعطي ادويه او عم يعطي شيء منشط للذاكره. فنحن مع تنشيط الذواكر بالادويه نحن عم نشتغل على مبدا المرادفات وزياده الجمل والمفردات. وبرجع بقول العلاج النفسي سائله الضعف تبع طبعا العلاج اساسي، لانه اكيد اذا ما رافق العلاج علاج نفسي، هو انت عم تشتغلي بالنهايه على ولا شيء. لانه برجع بقول لك المريض ممكن يفاجئك بالعلاج، وبالذات اذا كان هو شخص نحن بنقوله بالمصطلح العامي نغروش، بحب الحياه، بيحاول يضحك او بيخفف عن حاله. في اشخاص لا، يعني بتاخذ الموضوع على انه انا يئست ما عاد في حل، بتلاقي بيرجع وبيدنى عنده كثير مستوى العلاج. حتى بتلاقي انه بلحظه من اللحظات بيفقد القدره على النطق، او بيفقد القدره حتى على انه يقرا او يشتغل بدونك. اقراي انا بكرر وراكي، فبتشتغلي معه كمان على موضوع التكرار. صحيح. بصير انه انت بدك تقراي قبله وهو يقرا بعدك، لحتى تردي تحاولي ترجعي عنده شغفه للحياه. واشرتي لنقطه كثير مهمه دكتوره خنساء، هي الحاله النفسيه اللي هي بترافق العلاج الدوائي، ونحن بنعرف قديش لها اثر كثير كبير على مرحله الشفاء، خصوصا عم نحكي عن الشده القويه. يعني هي في مختلفه الشده طبعاً. الحبسه الكلاميه قويه بتكون متوسطه او خفيفه الشده، بعتقد لقويه الشده هي اللي لها علاقه بالاذيه الدماغيه. خلينا نحكي عن هي النقطه، مرحله العلاج لما يكون المشكله تتعلق بالاذيه الدماغيه، لانه نحن بنعرف قديش بتاثر على طبعاً. الدماغ والذاكره، وعمليه التحفيز هي مثل المعالجه الفيزيائيه، انت عم تعملي للذاكره بس لكن بطريقه مختلفه. هلا نحن دائما العلاج تبعنا مو بس معي، حيكون هو اكيد مع افراد الاسره كمان. صحيح. لانه اذا انت عم تحكي عن شخص كبير مثل المرضى اللي ممكن يجوا، في اشخاص بتكون اعمارهم فوق ال 50، معناتها هذا يعني انت بتحسي هون انت مو بس عم تشتغلي على جانب البنائي النفسي، لا انت بدك تشتغلي مع العائله كمان، لانه احيانا خلل بالعائله وعدم تعاون مع العائله بتلاقي الشخص اللي بالبيت خلص، يعني انه انا ماني من اولوياتهم، معناتها انا ما عندي قدره على اني أو مستسلمين للحالة. فنحن دائما العلاج تبعنا مرافق بيكون للطبيب، يعني أنا أكيد رح يكون في تواصل مع الطبيب الخاص تبع المريض لحتى أعرف شو مدى التقدم تبع الحالة تبعه، وضع الدماغ كيف صار عنده، التخاطيط الدماغ اللي نحن دائما بنتابعه مع الطبيب تبعه لأي حد وصلت، مدى العلاج تبعه كيف هو عم يتفاعل فيه. دائما برجع بقول لك العلاج النفسي وقت اللي بيكون فعال وبوقته هو اللي عم يحرض الذواكر عنده او اسلوب الكلام عنده. بس قد ايه المده الزمنيه لما يكون له علاقه بالاذيه الدماغيه؟ هون انا ما فيني اقول، ما فيني احدد، ما فيني احدد، لانه برجع بقول لك المريض ممكن يفاجئك، بالذات الطفل الصغير لانه هو دائما بحب الحياه. فشغفه للحياه كبير، ما بيعرف شيء اسمه ملل، بتلاقيه بيوقع بينكسر مره اثنين ثلاثه، لا انا بدي العب. نحن عم نحكي عن الاذيه الدماغيه للكبار طبعا، اكيد ممكن احيانا تصير اذيه دماغيه عند طفل صغير كمان، مو بالضروره مقرون بعمر كبير. فانا عم بقول لك ممكن تيجي احيانا نتيجه ضربه على الراس، او ممكن يجي ورم بالراس، فانت ما بتقدري بتحددي مده او عمر معين. الكبير دائما العلاج معه هو اصعب اكيد، لانه انت عم تشتغلي مع حدا هو واعي ناضج مقطع مرحله بالعمر، عم تشتغلي مع حدا بدك تشتغلي معه باستراتيجيه عاليه مو باستراتيجيه لعب ومزح وفرفشه، يعني هي الامور. طيب دكتوره، كونه عم نحكي بخطه علاج من خلال اختصاصك، خلينا هيك من الشخصيات اللي عم تزورك، من الحالات اللي عم تزورك حاليا، كنت عم تقولي لنا قبل الهواء انه عندك شخص بعمر 59. طبعا 59 سنه. احكي لنا عنه اليوم، يعني كيف شو هي حالته، وايمتى بلشتي معه بالعلاج، ويعني هيك توقعاتك يعني؟ طبعا هلا هو المريض بلشنا قلنا معه شيء شهر ونص. طبعا هو عنده حبسه بروكا، صار عنده سكته دماغيه، وخليني اقول خلل دماغي. حتى هون عندك موضوع انه هو عنده القلب ضعيف، فانت عم تشتغلي على اكثر من منحه، عنده الضغط كمان، فانا عم بشتغل على منحه انه انا الوتيره الدماغيه بدي راعيها، ضغط الدم بدي راعيه، القلب بدي راعيه، مو بس نقطه معينه. هي برجع بقول لك انت عم تدرسي كل شيء عند المريض، التحليل الدماغي، او خليني اقول الاستراتيجيه الدماغيه، عم تدرسي عنده تخطيط القلب كيف عم تمشي. شو مشكلته يعني بالنطق حاليا؟ هي موضوع حبسه كلاميه عنده، هو حبسه بروكا. حبسه بروكا يلي بصير عند المريض انه هو الكلمه موجوده
او المرادف موجود بس انا ما بقدر انطقه. انا ممكن فرجيكي صوره هلا بعد شوي اطنيها للصوره واغلقها اقول لك شو فرجيتك، بيقول لك انه لنفترض افتراض انه لون احمر، انت بتكوني فرجيتي اورانج برتقالي او اخضر او كذا، هو بيتغيب عنه بيقول لك انا بعرف بس انا ما عم بقدر بتذكر. فهي بصير تعتيم تام للآلية الدماغية عنده، انا بصير عندي عدم قدرة على تلفظ الشيء بس هو موجود، يعني انا موجود عندي، يعني انا على لساني قادر اني اقوله بس انا ما بقدر بحكي له. طيب ايه علاقة شيء بالزهايمر؟ في شوية كأنه هيك تشاركيات، هو يعني بشكل عام ايه طبعا يعني بترابط، ولكن انت وقت تقولي زهايمر انت عم تروحي لمنحة اخر يعني كليا تماما يعني، بس ولكن في اعراض طبعاً مشتركة بيناتهم الزهايمر او الشيخوخة المبكرة ضمور العقل ايه يعني هلا يعني. كل شيء بيخص الآلية الدماغية بتحسي احيانا يتشارك مع بعضه او الآلية تتشابه مع بعضها، ولكن الحبسة الكلامية انت عم تحكي عن شيء انت قادرة ترجعيه للمريض او تستعيديه مع المريض، لانه بالنهاية برجع بقلك برجع على هو مدى قدرته هو. طب العمر بيلعب دور بالحبسة الكلامية ولا ما العلاقة؟ لما نقول شخص كبير تعرض لأذية دماغية او صغير هون طريقة العلاج؟ هلا خليني اقول نفس الشيء هي، ولكن في اشخاص بيتقبلوا العلاج وبيمشوا معك، في اشخاص لا. ففي اشخاص انت بتعرفي لوين رايحه معهم، اشخاص لا. حتى احيانا ممكن تستلمي حاله انت بتعرفي مسبقا انه هي الحاله انه صعب تطلع بموضوع لانه بتكون الشده كثير عاليه، وبكون وصل لمرحله انه هو جايكي مو بوقت قريب، يعني بعد 4 أو 5 سنين من الاصابه بحبسه بروكا او فيرينكا، فهو ماشي بمده كثير طويله واجى لعندك بزمان هو لو جاي ابكر كان الموضوع اسهل. النتيجه كانت مختلفه. بس ذكرتي خلال حديثك انه بعض الحالات ممكن مثلا الحبسه الكلاميه ترجع، شو هي الحالات اللي ممكن نحن نحكي عنها؟ حالات الاطفال ولا لا تختلف؟ لا مو بالضروره حالات الاطفال، حتى حبسه بروكا وقت اللي بيكون عند الطفل الموجوده ممكن يعني تسترجعيها او ممكن ترجع للذواكر للطفل، بس انا برجع بقول لك حسب الشده اللي بتكون عند الشخص، يعني اذا الشده عاليه او خليني اقول الموضوع متفاقم هو شيء ما راح اقول صعب يسترجع، ولكن بصير شوي بطيء استرجاعه او اعادته. الطفل دائما برجع لك نعم، قلتي في حالات ممكن مثلا يرجع يحكي وبعدين ترجع ترتد الحبسه الكلاميه، انه ممكن ترجع له، شو هي الحاله؟ هلا هي الحبسه العامه اللي هي اللي بتكون اقرب للتأتأة، الغياب الاحرف عن الطفل، او ممكن انا استبدل حرف بحرف، كلمه بكلمه، ممكن استبدل ذواكر بذواكر، انا هون بقدر بقول انه بعطي نشاط دماغي للشخص وعم يقدر بيسترجع المنحة الكلامي. قد ايه اليوم الثقافة العامة بهذا الموضوع مهم؟ يعني اليوم ذكرتي انه في حالة يعني اجت ممكن تجي بعد سنوات، يعني لو موجودة هي الثقافة وفي تعريف بهذا الاضطراب، اليوم في ناس كثير ممكن تنصافي ما تعرف شو وضع، ممكن يكون تشك انه هي ضمور عقلي، تظن انه في شيء زهايمر. خلينا هيك بنصائح اخيرة من حضرتك لكل حدا عم يشوفنا اليوم، شو بتحبي توجهي؟ هلا غالبا الاهالي بالذات اهالي الاطفال بس تقولي لهم حبسة كلامية بيروحوا لمن ابني عنده ورم دماغي، عنده جلطه دماغيه رح يصير، فبيخافوا موضوع الحبسه دائما الناس بتاخذه بموضوع فوبيا على علم انه هو مو هيك. هلا الاهل بيخافوا انه هو نكران للواقع، يعني اي ام فينا اليوم ترفض انه ابنها ما يكون طبيعي مثل اي طفل ثاني مبرر يعني، ولكن بالنهايه هذا اضطراب ونحن مفروض نروح بخطه طبعا علاج. طبعا اكيد. هلا دائما نحن بنقول العلاج المبكر او الشيء ببدايته دائما يختلف، ظهور الشمس بالفترة الصباحية الأولى بيكون جدا معمق أو جدا جميل، ولكن إذا بتلاقيه بالفترة الظهر وكذا بيشتد أو بصير الحرارة تبعها عالية، صح ولا لا؟ كذلك العلاج كل ما كان أبكر كل ما كان أفضل للمريض، فنحن دائما بنقول ينتبهوا لموضوع الكلام تبع الأطفال أو الكلام للشخص، الشخص يلي بيتعرض لأذية دماغية أو ورم دماغي أو أي شيء بخص الدماغ، لازم دائما يلاحق الموضوع، يلاحق الزواكر، يحاول يحكي كثير، نحن بنقول دائما احكوا مع المريض، مو تتركوه لحاله، حاولوا تزيدوا الكلام معه، نحن الغالبية العظمى من شبابنا بتلاقي إذا تعرضوا الأهالي لشيء من الحبسة الكلامية بيرجع الموضوع عندهم انه انا ما عم بحكي معه، ما بقدر بحكي معه، ما بقدر بتحمل انه هو عم بحكي معه شيء وهو عم يحكي شيء ثاني، فنحن بنقول دائما نتحمل الشخص اللي بيصاب بحبسه كلاميه. اكيد بالختام بدنا نشكرك الدكتوره خنساء بدوي على وجودك معنا، بتمنى لك اكيد التوفيق، شكرا كثير لك. شكرا لكم.